أعلننا عن وجود خطبة وكان المفترض أن ألقيها، لكن اليوم بيننا في صفوف المصلين شخص هو اليوم أولى أن يكون على هذه المنصة مني، هو الدكتور وسيم الطلالوة، كفاءة محلية وطنية ورجل معروف سابقا وفي هذه الجائحة عرف أكثر بعد، رجل أهل تخصص. أنا واجبي الديني والأخلاقي يقضي بأن أتنازل له اليوم عن خطبة الجمعة وأفسح له المجال أن يتكلم بما فيه منفعة وفائدة للجميع، خصوصا وأن هذا الدكتور له باع طويل فيما يرتبط بقضية لقاحات كورونا، فأنا أفسح له المجال والإخوة المصلين إذا عندهم أي سؤال له يتوجهون له بسؤال. تفضل دكتور، دكتور وسيم تفضل.